GSM Medical Education. هنا نجعل الطب سهلا. مرحبا وياكم عبد الله الخطيب من فريق GSM Medical Education. مكملين سلسلة الأوبراتيف دنتستري واليوم حنتكلم على Dental Caries Classification. الكلاسيفيكيشن طبعا حيتقسم different ways بطرق مختلفة حسب principles معينة. ف according to their anatomical sites فحسب الاناتومي مالسن يكون يا اما بالبيت اند فيشرز. فاذا ناخذ فد سكتش للسن ف بال بهاي الحالة انه حيصير بالبيت اند فيشرز بهاي الماكن بهذا الماكن اللي هنا بالبيت اند فيشرز بهذا الجروف. طيب السموث سيرفيس خلينا نفرض هنا انه بهذا السموث سيرفيس اللي هو لا يكون بالانسازيال ايدج ولا بالسيرفيكال لاين بهذا السطح الاملس للسن يبدي منه تسوس. واما يكون خلينا نفرض مثلا هنا عندنا جينجيفا فاذا هنا صار عندنا بوكيت وهنا بهاي الحاله صار بلاك فهنا صار اكسبوز للروت فهذا الروت يصير هنا اكسبوز وهنا يبدي الكاريس ممكن فهذا يسموه روت كاريس. طيب حسب تطور اكو برينسيبل ثاني للكلاسيفيكيشن حسب سرعة تطور المرض فحسب speed of caries progression الى اكثر من نوع الاكتف caries lesion بهاي الحالة يكون السن التسوس اكتف فيكون متطور وما يوقف بهاي الحالة يبدي initiated وما حيوقف لحد ما يوصل للبالب ويكون اكتف دائما في تطور. الانأكتف الارستد اللي هو يكون يبدأ تسوس بس مرحلة معينة يوقف ويكون أو يكون سرعة progression مالته قليلة. الكرونيك اللي هو حيكون يصير لمدة طويلة بس progression مالته slowly فهاي حالة يسموه كرونيك. الرامبانت هو التسوس اللي يصير بشكل مفاجئ فيكون onset of dental caries وهذا يسموه رامبانت. زين according to the to new lesion or recurrent ف البرنسبل اللي ورا انه حسب اللجن هاي او هذا التسوس صار بدا من اول مره او انه بعد العلاج صار مره ثانيه فيا اما يكون primary caries اللي هو يكون initiated new بالتيث او بالتوث والrecurrent caries اللي هو يكون بعد علاج السن يرجع يصير مره ثانيه والresidual caries واللي هو بعد علاج السن مثلا هنا صار كافيتي حضرنا الكافيتي وشلنا النيكروتيك ارياز والنيكروتيك تيشوز وبقت هنا الريزيدوال صغيره فبهاي الحاله احنا مشيناها وبهاي الحاله ورا ما نسوي فيلينج للكافيتي وراها حيرجع مارتلاخ الكاريس ويتطور. زين باعتبار انه هاي النيكروتيك تيشوز بها البكتيريا وبها الدبريز فيرجع يتطور من جديد. طيب based on extent of caries هنا أنا حسب انه الكاريس واصل اليا جزء من anatomy of the tooth فيعني ايش قد متطور فيكون incipient caries اللي هو ما بي cavity فقط انه يكون lesion او بداية بالdemineralization وهي انسوها incipient يسموها والcavitated اللي هو من يبدي cavity بعد الdemineralization يصير cavity وهي الحالة يصير cavitated caries. زين based on treatment and restoration design حسب restoration design ونوع التريتمنت عندنا كلاسات وهذا قسمها black وهذا ما يسمى بالblack classification حنتكلم عنه ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. طيب الclassification اللي ورا based on number of the tooth surface involved فايش قد انه السن ايش قد اجزاء من عنده involved بالتسوس هنا هذا هم كلاسيفيكيشن وراء اللي تشرح لك اياه. طيب خلينا نسوي سكتش ثاني للسن افرض هذا سن طيب هنا اذا صار مكان واحد صار ان هنا تسوس هذا يسموه سمبل اذا مكانين كومباوند واذا اكثر من مكان ثلاثه او اكثر باكثر من مكان عندنا كاريرز او هو هنا بالبيت فيشرز يصير اكثر شيء باكثر من مكان فهذا يسموه كومبلكس كاريرز. طيب طيب الشيب اوف بيت اند فيشرز كاريس
الاناتومي اوف ذا توث والاناتومي اوف بيت اند فيشرز يسمح لنا انه هنا يصير بهاي. طبعا هي هاي البيت اند فيشرز بهاي الاماكن واللي يصير بالبوستيريور تيث اللي هي بريمولرز ومولرز. فهاي الاماكن بالبيت اند فيشرز هي يكون جروفد ومهيئة انه تستقبل البكتيريا، مهيئة انه تستقبل الدبريز وبقايا الاكل همين. فبهاي الحالة انه يتجمع هنا البكتيريا ويصير كولونايزد. فكولونايزيشنز اوف ذيس بكتيريا يسموها بكتيريال بلاج. البكتيريال بلاج هاي ويا الفود دبريز وهاي حتساوي لنا كاريس. طيب اذا ناخذ فد perpendicular view of the tooth، خلنا نفرض ان هذا perpendicular view of the tooth هنا أنا خلي نفرض ان هذا هو الفيشرز والبيت اند فيشرز. ف بهاي الحالة طبعا هاي هذا ال هاي اللاينز وهاي يسموها فيشرز هاي اللاينز. والأماكن التقاء هذا أماكن الالتقاء أوكي بس ثواني أوكي أماكن التقاء الفيشرز يسموها بيتس. فالبيتس هاي الزرقة والفيشرز الحمراء. طيب هذا الفيشر الطويل اللي يمتد على السن ويتفرع منه فيشرز ثانية يسموه اللينجوتودينال فيشر، وذني التفرعات أكيد حد يسموها باللاترال فيشرز اللاترال. طيب أوكي هنا أنا بداخل كل فيشر من ذني الفيشرز والبيت أند فيشرز داخل أكو هواية أنواع من البكتيريا اللي حاعد تذكرك إياها. فهاي أنواع من البكتيريا تكون متنوعة بحيث كل جزء من هذا ممكن يعدنا فاميلي جديدة للبكتيريا ويكون عندنا أنواع جديدة بحيث حتى يسموها separated ecological system واللي هو إلى separated environment. طيب وطبعا حذكرك البكتيريا اللي أكثر واحدة تيبدي من عدها initiated بالبيت أند فيشرز التسوس. ماشي بس خلينا نتكلم هسه على الشيب. فالشيب عندنا V shape U shape I shape و K shape لل pit and fissures. ال V shape هذا واللي يكون انه اسهل شيء انه ال U shape طبعا اسهل شيء انه يتنظف واسهل شيء انه ما يصير وانه يكون اقل شيء بي dental caries وال V shape ايضا. بس ال I shape وال K shape يكون كلش معقدات وكلش صعوبة بالتنظيف. فهنا صعوبة انه تجي الفرشات تجي وتنظف هاي الاماكن باعتبار انه هي كلش جروفد كلش متفرعه جوا. فبهاي الحاله صعب تنظيفها وهنا اكثر شيء حيتطور عندنا الكاريس بهاي النوعين. ماشي زين خلي اشرح لك على تطور هذا التسوس بالبيت اند فيشرز. بالبدايه خلينا نعتبر ان هاي الصوره من هنا صار بدايه البروجريشن اوف بيت اند فيشر كاريس. هنا يكون انيشيتد فيكون ات ذا لاترال وولز اوف ذا هذا طبعا هذا نعتبره هنا الجروف والبيت اند فيشر. فهنا اللاترال وولز مالته يبدا من عنده التسوس بعدين يتطور وبهاي الحاله حيصير اوسع. بهاي الصوره حنشوف انه صار اوسع وصوف يصير هنا ديسكولوريشن صار عندنا بين ان ديسكولوريت ديسكولورد. فبعدين انه يصير اكثر اكستنت ويروح على يصير بيدمينرالايزيشن ويروح باتجاه الدنتين. وهذا يكون بي سلايت كافيتيشن كوز اوف ريمينرالايزيشن اند ديفيكولت تو ديتكت. فهذا يكون اكثر شيء ديفيكولت تو ديتكت باعتبار انه يوصل هالمرحله انه اللون يكون عميق واللون من فوق من البرنديكولار فيو فبالديتكشن يكون كانه طبيعي كانه ماكو مشكله. فاغلب الوقت يكون التسوس بهاي الاماكن بالبيت اند فيشرز صغير او يكون not complex as it is in reality. فهي يكون هنا صغير نشوفه بالحقيقه كلينيكالي بس هو يكون كافيتي كبير جوا. طيب يوصل للمرحله انه يصير فرانك كارياس يبين انه هو كارياس يصير بي سواد ويكون بي اوكسيديشن. بهاي الحاله
يصير على شكل في شيبد، فهذا يسموه الفي شيب. بس الابكس مالته يكون باتجاه السيرفيس، وال والبيز مالته بيكون باتجاه الدنتين او دنتين انامل جانكشن. طيب البيت انفيشال كاريس يكون اساسا براون او بلاك. اذا نجي نسوي له دايجنوزز، اذا احنا شكينا انه هذا السن ممكن يكون بي كاريس، باعتبار انه يبدي شكنا من انه نشوف البيت ان فيشرز لونها ازرق على بياض، فهي بيضة بس على نوع من انواع الزراق بيها. فبهاي الحالة نشك ونستخدم الاكسبلورر. من نستخدم الاكسبلورر ونسوي ابليكيشن على الكافيتي او على البيت ان فيشر، حنحس انه اكو كاتش. هاي الكاتش او انه يعلق، هاي الاداة تعلق بالبيت، فنحس انه اكو كافيتي، حنعرف انه اكو كافيتي. طيب موضوع انه شلون يتطور هذا التسوس، هذا النوع من التسوس، قلت لك انه باعتبار انه هنا كان الدنتين، فهنا يكون المنطقة ثن. من تكون ثن اذا تطوره يكون اسرع، يعني بوقت اقل حيصير التسوس من انه يكون مثلا بالكاسب. طيب هنا يكون مثل ما قلت لك يكون ثن، ويكون ايضا تطور هذا التسوس باتجاه الرودز اوف انامل. هيستولوجيكلي عندنا هنا يسوي لها سبورت، يسوي لها للانامل اكو شيء اسمه رود اند شيث، او اكو شيء اسمه شيث، اكو شيء اسمه لاميلا. فالرودز هيستولوجيكلي حيكون التسوس يروح باتجاه الرودز بهذا الاتجاه، وبهاي الحالة التطور هم يكون أسرع ويساعد على التطور. هنا عندنا الدنتينو إنامل جونكشن. هاي الدنتينو إنامل جونكشن من يوصل لها تسوس المريض حيحس بالألم، وهنا كل ما يتقرب لها كل ما يصير ديستركشن أكثر للدنتينو تيوبلز. فالدنتينو تيوبلز مثل ما قلت لك أنه من يصير بها ستيمولي بهاي الحالة، مثلا كان كولد هيت أو أي شيء، الفلويد اللي بالدنتينال تيوبس يتحرك ويسوي لي ستيمولي للنيرف اندينج اوف ذا بالب، او ذا نيرف اندينج اللي موجود بالدنتينال تيوبس. العفو، اعتبر ان انا اكو دنتينال تيوبس بداخل اكو نيرف اندينج، واذا يصير بي ستيمولي حسب الالم. طيب هنا واضح. هنا اكو موضوع ثاني انه شلون حنسوي بريفنشن اله. طيب بريفنشن اوف بيت اند فيشر كاريوس يتم عن طريق سيلانس، دنتال سيلانس. بالبداية نسوي عملية اسمها الفيشروتومي. الفيشروتومي اللي هي شلون العملية اللي تتم بها تحضير الكافيتي، او مو الكافيتي، يعني هاي الاماكن اللي بيها بداية للتسوس بيت اند فيشر. حسب ما شوفه واضح يكون براون او بلاك. هنا نسوي البريبريشن ونشيل هاي الأماكن، ونسوي بعدين application of science. ببداية نحضره، بعدين نسوي cleaning rhinizing، وبعدين نسلط على ماء بكثافة يعني بسرعة معينة، بعدين نسوي dry بالهواء، وبعدين نستخدم etching solution اللي هو يسوي لنا micropores. تخيل لسه هذا هنا عندنا الانامل يصير عندنا micropores لما نسوي etching، وبعدها طبعا برا الاتشنج حنسوي لايت كيور، بعدين نحط ليكويد سيلانت اللي هو الى انواع معينه حتكلم عنها. فهذا الليكويد سيلانت نسوي له ابلكيشن، بعدين نسوي له لايت كيور حتى يكون قوي كفايه ويثبت لاكثر فتره ممكنه، وبعدين الفاينل سيلانت ايضا مره ثانيه. فاذا نشوف هسه بهاي الحاله شلون حصل الريزلتس، ان هنا كان اكو بيت ان فيشر كاريوس بدايتها، هنا سوينا له preparation وحطينا له sealant. أكثر شيء هاي العملية أو هاي preventive methods يستخدموها للأطفال لأن هي طريقة effective. بس المشكلة هنا إنه parents العائلة إنه تقول
إذا سن طفلي ما بي شيء، ليش أنا أسوي له preparation؟ ليش أسوي له أودي طبيب الأسنان وأحط له filling أو هو بالأحرى sealant؟ بس المشكلة راد له الموضوع، راد له وعي حتى إنه يعرفون إن sealants حيمنع عنا التسوس في المستقبل للأطفال خاصة. على الرغم إنه أكو بي بعض المشاكل تصير ممكن، بس هذا كله يعتمد على الطبيب ويعتمد على نوع sealants وغيره، والعملية طبعاً تتم لازم بطريقة perfect. فإذا ممكن يصير عندنا progression للكاريس حتى لو عندنا سيلانت، باعتبار انه البكتيريا كلش مايكرو تكون صغيرة بحيث يصير تدخل جوا السيلانت، ممكن تبدينا عملية تسوس او الديمينراليزيشن بالبداية. طيب انواع السيلانت اللي مثل ما قلت لك يستخدم اكثر شيء بالبداية، بس ممكن يستخدموه ايضا في الادلتس. بالبداية حسب البولامرايزيشن، فالبولامرايزيشن يكون يا أما UV light sealants، يعني أنه تتعامل بالUV light واللي هو light cured، يا أما يكون self cured بدون UV light application، يا أما يكون visible light، يحتاج بس visible light نسوي application عليه حتى شنو، حتى يصير hard مثل الهيلو سيل، وياما يكون فلورايد ريليزنج سيلانتس واللي هو حتى يزيدنا الريمينراليزيشن دائما. حسب الفيلر كونتنت، الفيلر كونتنت طبعا اللي هو المادة المستخدمة بهذا النوع من السيلانت، ياما تكون انفل او فل، ياما تكون ان تكون بيها الفلو مالتها تكون خفيفة أو شوية ثيك. إذا خفيفة حيصير عندنا بتر فلو والأماكن كلها حتملي، البيت أند فيشر إيرز كلها تملي، يعني هنا العمق مال هاي كله ينملي والوولز أيضا، فهنا الريزلتس إنه عندنا ريتينشن أكثر. بس بالفيل، نوع الفيل اللي هو حيكون بتر سترينث، فهيكون ريزيستنس أكثر، فإنه ريزيست يكون قوي. حسب الكولر ممكن نقسمه أيضا، فيكون كلير اللي هو مثل هيليو سيل، وكولورد اللي هو ما بي استاتيك، يكون لونه شوية على صفار او على جوزي، او يكون تنت ويكون اوباك هذا التنت، فيكون لونه ما بي لون اي اصلا يعني. فحسب الكيميكال ستراكتشر ايضا ممكن نقسمه والى انواع، فهي كيميكال كومباوندز او مركبات، مو بصدد انه نذكرها باعتبار هي مركبات كيميائية أصلاً، إنه حتشوفها أنت مكتوبة على السيلانتس وحتقرأ ماتها الكاركتريستكس. طيب لهنا وصلنا لنهاية هاي الحلقة، أتمنى الحلقة كانت سهلة وبسيطة. إذا عندك أي استفسار أو سؤال ممكن أن تتواصل ويانا على الموقع الإلكتروني www.gsmed.com. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وحفظه.